جوعنا متنا من الجوع. شعب السح بالطحين جعان. رقصنا كل شيء. ايش؟ ايش قولي لي؟ اشتقت للخبز الابيض، اشتقت لكل شيء. والله يا جعان. احكي الصراحة. جعان؟ انا ما عمري تخيلت ان احنا ممكن يجي علينا يوم ناكل اكل حيوانات او احنا حتى نرجعني. حقنا كل يوم مواطن ياكل، حقنا بالاكل والشرب واللعب. ما فيش عندنا ولا خبز ولا طبيخ. يا منوط الخبيسة، ايش منوط؟ هذه رسالة موجهة إلى أهلنا الصابرين الصامدين الجوعى في شمال قطاع غزة، في ظل الجوع الشديد الذي نعيشه في شمال قطاع غزة ونقص الطعام ونقص ماء الشرب، جبت لكم الحل الوحيد المتبقي اللي صبرنا على الجوع، وهو فعل موروث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سامحونا يا أخوان، هذا الحل الوحيد اللي ضايل. بدنا نجيب حجر ونربطه على راس المعدة بهذا الشكل، وخاصة في فترة الليل عند عدم القدرة على النوم بسبب الجوع، نربط الحجر على راس المعدة بنثبته بهذا الشكل. والناس اللي بنيتهم الجسدية قوية بإمكانك ربط حجرين، وهو فعل أقرب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. أكثر من 1 مليار مسلم يعجز عن إدخال الطحين إلى شمال قطاع غزة، أطفالنا تموت من الجوع والعطش. طحين جعانين. شعب أزة. أقول طلع علي سيبك من الغاز. شعب أزة بالطحين جعان. شعب أزة. شو نفسك؟ نعم. شو نفسك أنت؟ أنا دافتر. إحنا بدنا ناكل بصير الشيخ. إحنا بننام بسياحنا وبنصحى بسياحنا. طب بالفعل بدنا ناكل نشرب. خشينا اكل الحمير الله يعزك يا زلمه، ايش فيه؟ بدنا ناكل، حقنا كل يوم مواطن ياكل، حقنا بالاكل والشرب واللعب، حق كل انسان ياكل. شو بتاكلي؟ ليمون. بتاكل ليمون؟ ليش؟ ما فيش عندنا ولا خبز ولا حاجه. طيب ايش حط على الليمون؟ ملح. طيب ليش تاكل ليمون وملح؟ في خبز، روح كل خبز كله طبيعي. ما فيش عندنا ولا خبز ولا طبيخ. يا عالم احنا لنا 4 شهور من طول الطحين تدوروا علينا، لو دي نص ديس. ابوي عنده 7 بنات وولدين، انا الولد وولدين كبير، بروح يدور تحت الانضاب من لاد عدس طحين ميه سيدة ومن طحين. ايه منوت الخبيسة؟ ايش منوت؟ والله خبيسة وهذا وعدس هاي اللي منوتنا، فيش حاجه نقولها. ايش اسمك؟ مريم محمود مهرة عبد ربه. ايش ليش معصبه؟ احكي لي. دورنا نزلت وحنا وضعنا صعب واحنا بالمدارس مش نشطين، بناكل الزعتر حاف. بدون خبز؟ من دون خبز. طب وايش كيف بابا بيجيب لك الاكل؟ بابا جنة. بابا مستشهد؟ امانه؟ والله. طيب وكيف بتقضي يومك انت؟ احكي لي. بقضي يومي مع اخويا. اخوك؟ ايه. طب ليش زعلانه؟ ايش ناقصك؟ احكي لنا ايش ناقصك. ناقصنا كل شيء. ايش قولي لي. اشتقت للخبز الابيض، اشتقت لكل شيء. قاعد تلقط خبيزه. وين هالخبيزه؟ شوف هاي. هذا مش خبيزه يا حبيبي. خبيزه؟ والله مش خبيزه. خبيزه هاي ومناه. من هذا الشجار. ورجيني من وين لقطت. ورجيني من وين لقطت. تعال يلا ورجيني اشوف من وين لقطت. من هذا الشجار. انت لقطته. هذا مش خبيزه بتاكلش. هذا انت جعان؟ جعان؟ فيش خبز عندكم ولا ميه؟ بالله يا جعان. احكي الصراحه. جعان؟ الله يفرجها يا قلبي. هذه مش خبيزه يا عمر تتكلش. افتحها هيك. هذه يا حبيبي مش خبيزه تتكلش. هذه انت فكرت كل الشجر خبيزه وكل الشجر اكل. من نقليه تقلي الشجر. يا الله صحة وعافية يا قلبي.
فالناس اللي ما بتعرف، احنا بشمال غزة لنا 5 شهور بدون رز، بدون طحين، بدون خضار، بدون اي مواد غذائية، ما في اي مساعدات بتدخل لنا، حتى السوق ما في ولا اي حاجة. لجأنا طبعا الى انه احنا نطحن الاعلاف الحيوانات وبذور الطيور واكل البسس، رغم كل هذا حكينا معلش انه في حاجة ممكن احنا نسد جوعنا فيها، رغم انه طعمها سيء وبتعمل وجع بالمعدة، بس كان فيك بديل حتى لو كان انه اكل الحيوانات. اتذكر اهلنا شو كانوا دايما يحكوا لنا، انه ما في حد بينام جوعان، ما في حد بيموت من الجوع في بلده، بس احنا كل يوم بننام جوعانين. انا ما عمري تخيلت ان احنا ممكن يجي علينا يوم ناكل اكل حيوانات او احنا حتى ننام جوعانين. احنا شو ذنبنا؟ شو ذنب الاطفال؟ يعني اذا احنا ما متنا من القصف رح نموت من الجوع حرفيا. هذا الوضع هذا عندنا بشمال غزة، يعني بدنا حدا. للعالم قول ايش اللي عندك، ايش يحكي للعالم، احكي يا بشي بقلبك للعالم، احكي. تعيطيش؟ متنا جوعنا، متنا من الجوع، 14 من دون اكل. احكي يابا، احكي، وصل رسالتك للناس، احكي يابا، احكي. كان خفش 14 من دون اكل، اتحصرنا نعود وزلنا، فيش عنا ولا نقبة من الظهر ولا نوع من الجوع ولا مية ولا اكل ولا حياج. ايش رسالتك للعالم؟ ايش رسالتك يابا للناس؟ احكي. ان نتقف الحرب ونرجع على مدارسنا ونرجع لحياتنا الطبيعية، لحياتنا الطبيعية، وناكل ونشرب ونروح ونيجي. شوفوا تخيلت ايش بنوك القاعدين، هي شعير وذرة ومش موجود بالعافية لقناه، ولما بنطحنه طلع ايش طلع لنا؟ شفت ايش بنوك لاخرتها؟ وكيل هذا اللي شايفه، هذا اللي شايفه الرطل منه ب70 شيكل، يعني مش ملاقين الطحين ولا ملاقين حتى حق سعر الطحين نشتريه. اكل لاولادنا ما في شيء، من الساعة 5 الصبح ابني الصغير بيصيح بده ياكل، والله العظيم ما انا ملاقي له اكل، وبالعافية بالعافية لما لقيت هذا مش كمان خبز، هذا بنعمله نظام قرص صغير هيك وبنحطه على الصاج ودور بتفتفت ودور بنقليه بالسيرج، يعني اولادنا بالعافية بكلوه، يعني حياتنا صارت جحيم دمار عن جد للأمانة. لم نلاقين أكل ولا ملاقين شرب، المي بصعوبة بنلاقيها، الأكل صعب نتوفر، يعني لما تجيب تروح تشتري لابنك كيلو بدك كيلو رز تلاقيه ب70 شيكل، من وين بدنا نطعمهم؟ رطل الطحين ب70 شيكل، من وين أجيب لهم؟ ما بكلنوش، إحنا انجبرنا ناكله من القلة ومن الجوة، ابن الصغير من الصبح ويصيح بدي ياكل، انجبرت اجيبه له عشان اطعميه، كيف بدي اسكت ابني؟ المجاعة تجاوزت كل المراحل، لا احد يستطيع توفير وجبة طعام واحدة لايام، منذ ايام وانا ابحث عن وجبة طعام واحدة ولا نجد، وهناك مئات الالاف من المواطنين لا يستطيعون الحصول على طعام او شراب او اي مقومات للحياة. نحن في المرحلة الأشد والأصعب على أبناء شعبنا هنا في شمال غزة، الاحتلال يتعمد ذلك ويتعمد تجويع المواطنين هنا في شمال غزة ويتعمد منع دخول المساعدات والمواد الإغاثية والإنسانية. نحن الآن في كارثة